وأنا عم بتصفح على الإنترنت قرأت جملة بتحكي إنه كتير من المجتمعات بتنحرم فيها المرأة من ممارسة نشاطاتها الاجتماعية بقرار من أسرتها، بمنعها من الخروج من البيت لتصير الحياة بالنسبة إلها سجن، سجن كبير. بقطع راسها. وانا بس عصا امشي مع اختي في الشارع بلاش فكروها حبيبتي بعدين. دائما ناخذ معرفتنا من الكتب وهي بالنسبه إلنا المعلومه الموثوق فيها، بس هالمره كانت غير، كانت الكاميرا هي مصدر معرفتي. لما قررنا نعمل هذا الفيلم قرأنا كتير كتب وتقارير عن حقوق الإنسان والمساواة، لكن من وراء هاي العدسة شفنا الحقوق بشكل مختلف. علاقة بس مضغ مش صح، يعني الشاب دائما أنا بطلع له كل شيء، البنت ما بطلع من البيت. الدنيا علاقات، إنه كيف بتطلع مع علاقة بس دائما ضمن اللي ما ضمن الحدود. العلاقة بين الشاب والبنت اللي إجت بالشرع، أما زيادة عنها بصير العلاقة غلط. القصدين مش غلط إنه تكون زي شاب مثلا زي شاب مع الشاب، عرفتي، وشاب مع بنتي نفس الإشي. هذول البنات عندنا بتصادقوش هذول. لا 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 لا، صداقة حرام، عيب. ناس بيعرفوا بعض بيطلعوا بروحوا بيجوا مع بعض عادي. أكيد رح يصير في بينهم علاقة، سواء صداقة سواء علاقة أخرى أكيد. إشي طبيعي يكون في زمان، بس يعني يكون في حدود بينهم. مش لا إشي كتير يعني زيادة. تفضحيني على الهواء؟ شو أنا الإحراز أنت؟ شو أنا أسألي هاي؟ إنه يكون أكشن صعب أكشلي، بس حسب انه يمكن اكون بعرفه انه زي هي اوكي طلع مع فريند اصحاب لها بتاع انا بعرفهم عرفت عليهم ما في مشكله كون لها اصحاب او شيء زي هيك عرفتي، بس يعني مش انه حب او شيء زي هيك، انه علاقه فريند تكون مش اكثر. يعني ما بنبسط اذا اختي عندها صديق ما بقبل ولا بناتي ما بقبل ولا ابنائي بقى. اوكي ما في مشكله، الدنيا علاقات انه اوكي بتطلع مع علاقه بس دائما ضمن اللي ما ضمن الحدود. لا ما عندي مشكله. صعب يعني انه مثلا اختي او اخت واحد ثاني انها تصاحب مثلا شباب. رايي اخوي ما بيطلع له يحكي لي شيء لانه هو اكيد بيطلع مع بناته بيسوي ايش ما بده. ما تصاحب بنتي زيها، ايه المشكله فيها؟ يعني مش بعتيني هم كمان على الجامعه وعارفين انه انا بس بدي احكي مع بنات او مش مجتمع منغلق. الزلمه مروح زلمه. الزلمه زلمه، والبنت لو البنت كلها عوره. البنت زي الازاز اذا انخدش او ما بتصلح او شيء، طبعا هذا شيء كثير غلط يعني. لا لا، الشاب غير عن البنات. الشاب لو مهما صار مهما ما بيخسر زي البنات. عاد هذا يعني هيك قناعات مجتمعنا. شاب بنعبش مرة البنت كل عيب. هذا الاشي غلط طبعا، هذا ديننا نهى عن هذا الاشي طبعا، بالتالي انا ضد هذا الاشي. مش شاب ما بنعاب، لا بالعكس بنعاب. بعدين هو اذا المجتمع يعني ما بعيب ورب العالمين بعيب ونسجل عليه اثار. اي اثنين مثلا صار بينهم اشي هم الاثنين عمي مش بس البنات. اهلي بيعرفوا كل اشي ويعني ما بيحكوا اشي يعني عادي. مثلا في العمل على الزمالة في الدراسة ولا بناطق الشغل ولا اشي. بنت تشتغل بنت تشتغل بتشتغل بنت بتلاقيها نص نص مطلق انك بتشتغل نسوا. دراستهم بتلزمهم وعاداتهم وشغلهم انهم ياخذوا مع بعض. يعني في زملاء، في زملاء عمل، في زملاء جامعة أكيد يعني. يعني في عائلات تسمح. أهلك أبي حرة. لا ما بيعرضوا لأنه عارفين أهلي، أهلي ما بيعرضوا على إنه أطلع مع شباب عندي يعني في الجامعة وهيك عندي شلة مثلاً. حتى يعني الناس نقول هلا بيئتنا مجتمع أن تتطلب المرأة تكون عاملة وتشتغل. كان نفسها تدرس بالجامعة، بس يا خسارة في شباب بالجامعة. وشو يعني إذا في شباب بالجامعة؟ يمكن أضطر أحكي معهم. طب إيش فيها إذا قال لي صباح الخير أو سألني عن مادة؟ طب هاي أخوي بيحكي مع بنات بالجامعة، معقول أهلي ما عندهم ثقة فيه؟ ثقة مين؟ البنت بنت خلاف الضغط مضبوبة. أهلي يعني حاطين ثقتهم فيه وعادي عارفين نوع علاقة يعني مش حيصير فيها إشي. أرض البنت الصداقة زواج بس، أما صداقة ياخدها ويروح بيها ويجي بيها لا 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 لا. بصراحة إنه هو إشي رح يكون موجود سواء قبلوا ولا ما قبلوا. ما بطلع ثلاثة يوم بتخرج من بطن أمها أم بيت أهلها بيت زوجها أم بيت زوجها المقبرة. أقول لك المرأة المسلمة حرام؟ لا ما حرام إسلام. حتى سيدنا عمر لما كان يلقي بأحاديثه ودروسه شو قالت؟ حدد المهور، فقالت امرأة هذا أترك هذا يا عمر للنساء لصاحبين الشأن.
فقال أخطأ عمر وصبت امرأة. عندنا كعرب إنه البنت بتنعب والشاب ما بنعب، مع إنه العيب على الجهتين بالشرع في الدين، العيب على الجهتين.